في ظل أعمال البحث والتدقيق المستمرة تبرز بين الحين والآخر أسماء جديدة وتطورات حديثة في قضية الأمانات الضريبية. آخر هذه التطورات يتناولها مصطفى علوش في هذا التقرير. تطوراتنا جديدة تطرأ على مشهد مكافحة الفساد بإعلان هيئة النزاهة مؤخرا عن توسع دائرة المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية وتجاوز أرقامها عما هو معلن بأضعاف المرات. مؤشراتنا تكشف عن خطر تنامي هذه الآفة بجسد المؤسسات الحكومية وضرورة العمل على كبح جماحها. هيئة النزاهة في تقاريرها النصف سنوية هناك جهود كبيرة، لكن هذه الجهود دائما ما تصطدم بتقارير عالمية لهيئة الشفافية العالمية. لا زال العراق ضمن العشر دول أو ربما الخمسة عشر دولة الأخيرة في العالم من ناحية الشفافية ومن ناحية النزاهة وما إلى ذلك. فهذا يكشف أنه رغم الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، إلا أن الفاسدين لا زالوا يتربعون على نفس الأماكن ولا زالوا يقومون بنفس المهام. وتضاف إلى هذه المستجدات الكشف عن التضخم المالي في حسابات عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وصولا إلى صغار الموظفين. لذا تطالب الأوساط الشعبية بإجراءات رادعة لكل المتجاوزين على المال العام. هذه وادلها جهود البرلمانيين منشغلين بأمور أخرى غير المعالجات الحقيقية. ما توصلهم الشكوى أو توصلهم الطبيعة للموضوع قيد المشكلة يعني طريق طويل، فهذا لازم أيضا يتخلصون من عنده. ما زالت دوائرنا من قدم الطلب، أنت لازم تقدمه من نصف دائرة، شباك محجوز عن الموظف المعني، مواطن يعاني. ندعو أن تكون هذه الإجراءات إجراءات حاسمة وإجراءات سريعة للقضاء على هذه الآفة الكبيرة الفساد الذي لا يقل خطرا عن الإرهاب. معطياتنا تدفع الهيئات المعنية للمطالبة بتشريع القوانين التي تخدم مسار مكافحة الفساد، ومن بينها قانون حق الحصول على المعلومة. وبعد أن توغل الفساد بمخالبه لافتراس المال العام، تطالب هيئة النزاهة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب بكشف الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بسرقة القرن. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.